اميره وبكزبره طبعا كزبره اهلا بيك وكلازا ثانيه واحده اتفضلي ويوسف اوشا اسمك كزبره عجيبه شكلك مختلف تماما طيب نسمعه يا استاذ حلمي عشان نقدر نحكم عليه مش بالاسم بالخامه اتفضل بالموهبه اعمل ايه ايه ده غنيلي سمعني غني انت مالك مستغرب قوي طب يلا اتفضل يا استاذ اتفضل يا استاذ يا ليلي ويا لينا اتفضل بره يا اخ لا مش هيم شكرا اتفضل بره بين سبورت من احد المصريين العاملين هناك المسؤول عن التعاقدات في الاستاذ علي بحترمك وبشكرك لكن انا زي السمك المايه بتاعتي هي مصر كده وانا لما هروح كده دي كده اسكت بدل ما تسجلها لا كده كده البتاع دي في وشك والله يا جماعه كده كده والله العظيم والله يا جماعه كده لا في حد هيتفق معاك تعالى بص يا استاذ وائل ولا حد هيتفق معاك تعالى استنى بس اقسم لك بجلال الله عز وجل هيقولوا ازاي نزل استنى بس اسمع بس كلام انا جيت لك احتراما ليك طيب خليه لما يقول كذب ما انت بتقول كذب انت بتتهمه بكذب اللي جيب سيرة زوجتي على فكرة او ابنائي لا هو ما جاب لا اللي يقول لك انا طلبت زوجتي دلوقتي ليه اللي يقول لك زوجتي الزوجة اللي يقول لك زوجتي وابنائي ليه بقى سيب طلبوا انا طلبت اسكت انت تسمع انت لو سمعت انت لا هو اسمع لما اتكلم على مراتي ولا هو اسمع نطلع فاصل يا جماعة هو اسمع نطلع فاصل يا جماعة نطلع فاصل يا جماعة نطلع فاصل هو اسمع لما اتكلم على مراتي ولا هو اسمع نطلع فاصل يا جماعه هو اسمع نطلع فاصل يا جماعه نطلع فاصل يا جماعه نطلع فاصل يا جماعه البنزين ولا مفيش عندنا واحد عايز يدي ام البيت جزمه لبست الجزمه ابرز سلبيات الثوره ان واحد زي حضرتك بيعمل برنامج ويطلع يتكلم على الهوا معنا الكابتن ممدوح فرج اهلا وسهلا اهلا وسهلا بحضرتك احنا سمعنا ان حضرتك كنت في اشتباك من قريب وكنا عايزين نعرف لو ده فعلا حصل ولا دي كانت اشاعات لا فعلا حصل انا كنت واقف في حالي وماسك التليفون وبتكلم لقيت اربع بلطجيه اربع حراميه انا مش عارف ايه اللي بيحصل لقيتهم هجموا عليا وكل واحد ماسك سنجه ماسك مطوه ماسك سلسله مش عارف حصل ايه لكن بعون الله خلصت عليهم يعني حضرتك تمام انا تمام اهو واحد خد سوبلكس واحد خد مانشيت واحد خد سوبلكس تاني وهيد بوت اخر حاجه طيب شكرا كله موجود احنا عايزين نغني بس اكتشفنا ان الطريقه التقليديه بتاعت الاغاني خلاص بقت مهروسه كل الناس بتغني تمام احنا بقى عايزين النهارده نغني بطريقه مختلفه شويه عايزين نبتكر ونجدد خلاص فمش هتغني انت هتردحي ايه ده تردحي له على طريقه الاغاني فانت بتغني اغنيه للاكس وبتردحي له عايزينك تمسخري بكرامته الارض هتغني له ايه عينيا انا يا ابو هتفرتكها انا يا ابو الادهيم ماسك لي في نغمه الحرمان وعمال تشكي وتعيط ولا الحلو اللي في القلب مش كنت تتكلم شايفني بسيب ايديك وبضيع ناديني وقول لي ليه بتبيع لو غلطه هتعلم حيوان يا حيوان بس هزقيه يا حيوان يا جزمه يا جزمه اخترت طريقه ومشيته بقيت هوايا وقلبي نسيته طب هو انت بتكذب وتصدق يا عم كان من انت بتعرف تبعد يعني ولا حاجه قلت لو انا نكلت مصر بتعشى ابعد عني ابعد عني والله خلاص يا ريت اتأثرت جدا ده الموضوع بجد والله الواد ده اكتشاف كنت فاكرك بتحبيني طلعتي بنت 60 كلب ايه المفاجاه الفظيعه دي راجع بتقول لي اللي ما بيننا وبتسال ليه ما كملناش اسال امك عنيف رصيف لنا خمسه ده راجع تقول لي عايزني دواء وقفت له كده فاهم سلامات يا هوا ده اللي بيننا خلاص 180 درجه اتحول لا شيء كلامانجي قوي وبتحب تبان انا عارفه ايوه واحد غلبان ده انت سوسه ما شاء الله عندك موهبه الردح دي عاليه جدا جدا انا عندي استعداد للانحراف بس مش لاقي اللي يوجهني ده بصي هو هناك اهو اي هو الكرتونه دي هاتوا لي الكلب ده في مكانه بس ايه عايز مش تاني. لا مش عايز يتهزق ده محترم انا جاي برنامج اهزق الناس لا ده محترم استني بقى ده مش هنهزقه انت بص انت بس يعني انت اول ما بس اسمع استنى بس انا لسه ما مش هنهزقه لا ده مش هنهزقه ده مش عايز يتلحلح
مش هسلح له. اه فعلا عايزين نقول له قرب حبيبي قرب تعالى بطريقه بدريه طلبه. قرب حبيبي قرب تعالى. لا لا استنى لا لا قرب حبيبي قرب تعالى. ليه سايبني في نار يا حبيبي؟ ليه سايبني في نار؟ ما انت يا ابني اللي قتله. قرب حبيبي قرب تعالى. انت بتتكلمي كده ليه يا مارا؟ ليه سايبني في نار يا حبيبي؟ لسايبني في نار. عاشفية قوي قوي. موافقة ان احنا ننشره؟ يس. فظيع في الانجليزي فظيع. متأكدة؟ والله موافقة. افتكر اني قلت لك بلاش. قول يا قلبي حب بعده. ايوه مش فاكر بقى الصراحة. افتكرت حاجة؟ طب حافظين أي أغنية؟ أنتوا جايين منين؟ أنتوا عارفين أنتوا رايحين فين؟ عارف أنت رايح فين؟ يخرب بيتك ده أنت في الضياع. ثقافة علوم. رايح ثقافة علوم؟ بسم الله عليك يا حبيبي. دخلوا كلية النبا واحدة؟ شفت بركة دعاء أمك يا عبد الوهاب؟ تعمل بشام الجاخ. طب يلا. طب أنا مش حافظها. يا نهار يا عم ما تدوا له بق من اللي متعلق ورا ده. بص ثقافة وعلوم ثقافة بتقفل بدري يلا. تهت وخليت الحياة. أول يوم في البار. لا أنا عارف. في حاجة تانية يا عم توفيق عايز تقولها لنا علشان نبقى واخدين بالنا؟ أيوه. خلوا بالكم. 13/13/2013 اذا كنت عايش. 13/13/2013 الماسون. اه ايه ده مين الراجل العبيط ده؟ انا اسف 13/2013 عفوا 13/2013 واخد بال حضرتك ادي خلوا بالكم مفيش شهر 13 كويس 13 يوم ب 13 ليله ب 13 حفله في 2013 دي التحدي الاعظم 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 في قبلها زي ما عماد قال لي دلوقتي في الايربيز قال لي في 12/12/2012 برضو تقريبا في كلام ان هم ممكن يعملوا محاوله اخرى بس 12/12/2012 بالنسبه لهم في النظام الماسوني يعني ما يخلهمش يوصلوا التذكره لغايه 40 دولار 13/13/2013 مش شهر 13 مش الشهر 13 13 ليله 13 ليلة في سنة 2013 في تاريخ 13 اللي هتبدأ من ليلة الكريسماس من ليلة ايه الكريسماس عرفتوا حضراتكم الراجل ده عبيط جدا